الكلاب البرية لإطعام صغارها، يجب أن تعاود آلة القتل العمل من جديد. ظهر هذا الصغير يحاول الهرب، السفاحون حوله من كل جانب. إنه سريع جدا، لكن السفاحون أسرع ولديهم خطط جيدة للإيقاع به. لقد أمسكوا به، يقطعونه حيا. يحاول أن ينقذ الصغير، لكن السفاحون لا يسمحون بذلك. في القتل، هذا مبدأ السفاحون. الكل حصل على وجبته، الآن حان دور الصغار. لقد عادوا جميعا إلى صغارهم. يخرج الصغار إليهم. يخرجون لهم قطع اللحم من بطونهم. ليكون هؤلاء الصغار هم السفاحون القادمون. إنها البرية.